they have here, by coming from Syria, coming from a war, coming from other countries, and having the cultural clash here, how the people function, it's completely different. I would try to understand the problems, and I would try to bring in students from our training programs from ÖAS, which is a training institute for family coaches, systemic coaches, and this Familie Neu here is my private institute for coaching families and people with problems of all sorts. So, طبعا هي بتقول انه كثير حمست لما سمعت الفكره وتم يعني النقاش لانه وجدت هي كمان في حاجه مو بس انه القادمين الجدد انه هن يعرفوا المجتمع النسوي ويندمجوا بالمجتمع النسوي، لا كمان في حاجه عند الطرف الاخر يعني عند المجتمع النسوي انه يعرف هدول الناس، يعرف ثقافتهم، يعرف عاداتهم، كمان يندمج معهم، يعني اندماج من الطرفين. فهي كثير تحمست للفكره وتحمست للمشروع واكدت على موضوع الاستدامه انه لازم المشروع يكون في له اساسات بحيث انه يكون مشروع مستدام، وبالتالي كان في مجموعه من الطلبه والباحثين في مركز ÖAS وتم دعوتهم طبعا للبرنامج لحتى يكون فرصه انه كمان هن يطلعوا ويعرفوا شو الثقافة الوافقة. What we want to do is to have role plays, like playing good situations of everyday life that maybe people go to IMS or go to a Deutsch course and they have some problem there with the teacher or what, and we want to understand the problem and we want to role play it and maybe we put ourselves as Austrian in the place of the Syrian person, and maybe a Syrian or an Iraqi or whatever could play a teacher, and then we talk about this. We talk about what it makes with us in our heads and try to find new ways of understanding. طبعاً هي حابة تضيف شيء مهم إنه من ضمن الأساليب اللي حتكون معتمدة بالبرنامج أو بالمشروع هو لعب الادوار. يعني كثير مهم مثلا بالنسبه لهم انه يعرفوا المشاكل يعني عم تعاني منها الناس بالاي ام اس، المشاكل عم تعاني منها الناس بمواضيع اللغه بالتواصل مع الجهات المختلفه، فحيصير عمليه تبديل ادوار، يعني هن حيلعبوا دور السوريين يعيشوا حياتهم من خلال التواصل طبعا مع السوريين ويشوفوا شو المشاكل ويتم تحليلها ويتم ايجاد حلول لها وتقديم مقترحات، يعني حتى المجتمع النمساوي يكون عنده فهم افضل للمشكله.